مثل ما قلت لك يا بالضبط، بتعيش كل حياتي عزابي هيك اثبت خيوم. والله انا بالنسبه لي العزوبيه بطلت تمشي معي، انا حالي احلالي. الله يهنيك اخي وحيد، الله يهنيك. لي حماد النصي شو بدك؟ طيب ماشي. الو اهلي حبيبتي، اهلي بياتي، شلونك؟ ان شاء الله بخير. ما بتخلي ليش انبسطنا؟ والله انا انبسطت اكثر. يو يخلي لي اياك ان شاء الله. من شان هيك حبيت اعزمكم انت وام صفي على حمام السوق. يا حبيبتي ماشي ماشي ان شاء الله. يلا باي. سلام سلام. دي شوفي خوفتني، شوفي ما في شيء، بس عازبني انا وياك على حمام السوق. تعرف شو يعني حمام السوق؟ بدلنا فوضتنا. شوفي يا منلوع، تروح روحك الهي. شو شوفي يا عبتلك على حمام السوق يعني الحمام كله نسوان. لا إيه حل، خلصني فتح راسي. ما بتنسي عبتسلم خلاص. ما تحملها زيادة برو. طيب مرحبا جارتنا، كيفك؟ اهلا وسهلا، شو هالمفاجأة الحلوة؟ في شغلة ضرورية لازم اقلك عليها. ليش واقفة؟ تفضل فوتي. خير ان شاء الله، شوفي قلقتيني. يا والله بس انا عارف جارتنا. اهلين جارتنا. ايش جارتنا شلونك؟ طمني عنك. والله يا جارتنا وضع ما بطمن. شو صار لك؟ شو صار؟ من ساعتين حكيت معك وما صار لك شيء. حكوا معي اهلي من شوي، في مشكله كبيره صايره بيناتهم ولازم اسافر بكره. ما تقولي يا حرام عليكي تسافري وتتركينا بعد ما حبيتك. الله يسامحك، بس الله يسامحك. والله انا حبيتك اكتر، بس الدبار عني الموضوع مو بايدي. والله زعلتيني. انا عملك قهوه. شكلك رب اكتر تمر اثنين. اطمن يا بنتي، يومين ثلاثة بترجع على بعض ان شاء الله. بنتي تعال شوي. شو القصة؟ عزبتنا على حمام السوق يا عمي. حمام السوق شو؟ يا حبيبي كلته والله. عمو الله يوفقك، لاقي لي حل مش هرجع من الورد بدون مشاكل. شهر رمضان خلص، يومين ثلاثة ان شاء الله لازم ادور على شغل. ولا يهمك عمي ولا يهمك، مثل ما رجعت لك اياها اول مرة بدي ارجع لك اياها ثاني مرة. لك خلي لي اياك يا عمي، خلي لي اياك. نسيت لك ولي على عمتي، ولي على عمتي. دخلك دخلك انت غلط. نصفي والله فهمين غلط بعد ما عملت ليك. أنا بالو
والله يا بنتي ما كنت بعرف انه هو ابو الورد، ما كنت بعرف. أولاد في صحصح، يا سيتي شخصية أنا شغل بالتزيزي. إيه ها هاي ترى اسم بعد ما طلقته يا عمى، بس كيف متزوج ما خلص له برسم إني حنت طلقته خلصت منه خيو. يا سيتي حجازة كتير يا بعبتو، أمل أمل الله يحميك يا بعبتو. الله يحميك يا بابتو شيخ الشباب. الو وحيد، ترى عنا رقد ابوات حاطه حتيلة. شو سرعة وحيد سرعة، انا زي فلان. ما بقف شباب، كفو أخي وحيد كفو. ما عاشب شوفك زعلان. أنا يا مردو والله ما رح أنساك المعروف. أنا بالي خالك يا أبو الورد، أنت رفيقي. محتاج أنا لازم ساعده. أنا ما بس بساعد، بساعد موت كرمالك. شلونك أعمل أي شيء؟ أبو الورد تفوت تفضل.
شلك؟ شو شلك؟ شو شلك الفئي؟ شو شلك؟ لك علي شو شلك؟ مين انت؟ شو بدك مني؟ لك انا بحس شحبك، شو ما عرفتني؟ معقول تساني يا ابو الورد؟ ما عرفتك، ما بعرفك انا. مستحيل ستي، انت ما بتعرفني. ابو الورد فقد الذاكرة. شو؟ مثل ما بقلك فقد الذاكرة. شلون صار هيك؟ شلون؟ ماما طربتها. ايه دلعته؟ بدي اضربه. يعني انت السبب؟ ابو الورد في شو صار له؟ ابو الورد انا بعرف. اذا نسيت كل التليين ما بتنساري. طلع فيني ما قلت انسى صاحبك؟ انا بحيت يا ابو الورد، انا بحيت. ما قلت انساني، انا بعبته. ما بعرفك اول مره بشوفك. انا بحيت في عملك. شو نسيتني؟ ما عرفتني. ما ذكرتك. لكن ما ذكرتك. شان جبيري ما ذكرتك. عمى مقبول منك يا صاحبي. بتقول اذا بتقتلني ما بزعل منك. لك انت مين؟ ما عرفتك. ما بعرفك. انا بعجلك اشتغل مو بيتك. وانتي بسيطة، السيعة بلدي لازم تتعاقبي عليه. والله شو خوفتني. لازم حط لك حد، لازم انقلع من البيت، انقلع. لا حبيبي، انا ما بروح من هون الا ما اخذ ابو الورد معي. جد هو اللي خطر عليه. انا بوعدته مو حي الله. انقلع. اسمعي يا ملتفي، حياتك بدك تشوفي مني شي. ما عملك ما شفتي. روح بلك البحر. الايح مش بك راح تتواجه. لما كان يجي ابو الورد ولابس بسمرة، كانت تجي معه مرة اسمها ام وصفي. مين هي ام وصفي؟ مين؟ والله ما بعرف. اسألي ابو الورد. شو صرت هلا؟ ان شاء الله احسن. امي ان شاء الله يا رب. شاب ابو الورد. طمني ان شاء الله صرت احسن. ما بتخيل انا ايش قد زعلان علي، لانه انت كثير غالي علي. اسال ام الورد. مزبوط. انا ما جاب لاقي طريقه انتقم فيها يا ابو الورد. الشيء الشاط ما لازم اسكت عليها ابدا. اوف شو بدي اعمل يا ربي؟ شو بدي اعمل؟ سوي لك شيء؟ ما بدي وصلتك، ما جاء بالي. أي شيء بخطر على بالك أنا جاهزة. إذا بدي شو بقول لك؟ كتر خيرك. أنا وأم الورد رايحين على السوق، بدنا نجيب شوية أغراض. عمك جوا نايم، وإذا لزمه شيء رد عليه بغيابنا. ما رح نطول إن شاء الله. هي ساعة زمان. دير بالك على حالك، إيه؟ يلا بنتي خلينا نمشي منشان نلحق انسان عرضه.
هذا انت؟ شو بدك؟ يمكن تحكي كلمتين؟ احكي بسمعك. ما في كلمة تتفضل؟ والله مستعجلين نروح السوق ما في وقت. بس كلمتين. انت شوف ابو الوقت بتطبل عليه احكي معك كلمتين. فوت بس معك خمس دقايق بس. كيفك يا صاحبي؟ كيفك يا نور عيوني؟ انت وحيد صح؟ ايه انا فيك وحيد. شو صرت اليوم؟ منيح. ما قدرت نام من خوف عليك. شلون صرت أحسن؟ أحسن 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 أرتاح. أبو الوقت لازم يشوف الدكتور وفورا. دكتور؟ ليش الدكتور؟ ما لازم. ولد في كمان هني بألف خير. ما أنا بحاجة الدكتور. خلصت حكي معه؟ طمنت عليه؟ بعد إذنك رايحين على السوق ما أنا متأخر. لو حالة طول هون سليم ديلي بال عليه. لو سمحت من غير ما ترد قوم روح على بيتك والمساء بنحكي. بدل ما بدك خط لك يا صاحبي راجع لك. احنا رايحين على السوق مو منتأخر.
وين صار البيت؟ أنا ضعت.
شو استحسن؟ أكيد استفيدة. أنا لازم أدور على أهلي وأعرف مين أنا. مسكين يا حلم بوجع قلبك، والله زعلت عليك. هي بعز عمو الله يسلم ايديكم ان شاء الله. افصح وانا يا ابني افصح وانا ونشرب جاي بالحاني. يلا اللي ابني شو اسمك؟ مين انت؟ شو صاير معك؟ فهمني. عمو ما بعرف ما بعرف شيء، والله ما بعرف شيء. معقول ابني ما بتعرف شيء؟ عمو والله ما بعرف شيء ما بعرف شيء لك ما بعرف شيء. انت ضيفي بسهر ابني، لا تاكل هم ابدا. ان شاء الله عمو ان شاء الله. طيب انت من وين جيتني؟ وين اهلك؟ مين اهلك؟ عمو لك والله ما بعرف شيء والله ما بعرف شيء، بس قالوا لي اسمك ابو الورد، بس هذا اللي بعرفه ما بعرف شيء. والله يا ابني انا وبنتي عايشين بالبيت لحالنا، مرتي ميته ما عندي غير هالبيت وحيده. الله يخلي لك اياها عمو ان شاء الله يكون نصيبي. يا ترى متجوز ولا عزابي؟ على العموم بكره ببين. اخ يا عمو بس اخ. اسمه ديكي بنتي. بعدين يا بنتي بابي كيف يزعل؟ شاري حاسك مو على بعضك، في شي؟ ما في شي. إذا وجودي عندكم بالبيت مضايقك اللي ما ترجع مني. لا يا عمي ما مضايق منك، بالعكس من أول ما شفتك حبيتك دخلت قلبي. الناس بلشت تحكي. عن شو عم تحكي؟ الناس شو حكيت؟ عمي رد علي الله يوفقك، الناس شو عم تحكي؟ عم يحكوا عني أني مسكر شاب غريب بالبيت. شو؟ مدري ما بتعرف يا عمي، الناس ما بترحم. معك حق يا عمي. عمي احكي معك كلمتين. عمو بدي اطلب منك طلب، بتمنى ما تردني.
أطلب عني. تفضل. أنت بتعرف وضعي وأنا فاكر زكا، وما بعرف أنا مين ولا أهلي مين، يعني مقطوع من شجرة. بس اللي بعرفه أنا حبيكم كتير كتير، وصدقني يا عمي حاسس حالي واحد من عيلتك. وأنت كمان سهل ابني وعز. تسلم عمو، تسلم. عمي بدون مقدمات، أنا طالب إيد بنتك على سنة الله ورسوله، بتمنى ما تخرجني. شو قلت عمي؟ أنا عن نفسي موافق، راح أشوف رأي البنت وأرد لك الخبر. بلدي بدي معك كلمتين. خير بابا، شوفي. بلدي شو رايك بقى بالورد؟ بأي ناحية بابا؟ بشكل عام شو رايك فيه؟ مليح مو مليح؟ والله يا بابا ما بعرف شو بدي، لكن بينته حذر ومحترم، وبعدين مسكين وضعه بيزعل. بس بابا ليش عم تسأل؟ الصراحة يا بنتي قبل الورد طلب ايدك مني. شو رايك فيه؟ بقى شو قلتي وموافقة ولا؟ طمني عمي، وافقت؟ وافقت، مبروك. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك. خلال اسبوع ان شاء الله لازم نعمل العرس. هيك احسن مشان حكي العالم باقي اكتر. معك حق عمي. من لما ماتت الماما ما ضل بقلبي فرح. الله يكون معك يا رب. ما بين اليوم علي إلا ما ببكي فيه. أنت أبوك جنبك، وعلى القليلة تعرفي أن أمك ماتت، بس أنا ما بعرف مين أمي وما بعرف مين أبوي. ما يكون معك يا رب. وأنت بالنسبة لي رح تكون على وضع عيلتي. انت شفت ابو الورد لما راح؟ انت سمعت صوت الباب ولا اجي هون؟ ايوه فهمت عليك، فهمت عليك. مزبوط، معك حق. شلونك وحيد؟ شو صار معك؟ ما خليت مصفى، ما خليت مخفي الشلطة إلا ما شرت عليه. خد صورة من صور أبو الورد ودور عليه بكل مكان، اسأل عنه بكل المحلات والورشات. ما بتخلي لا دكان ولا ورشة إلا وبتسأل عنه. والله يا الله، وين؟ أكيد هو ضايع حوالينا مو بعيد. مثل ما بتعرف فاقد الذاكرة، كمان ما معه مساري،
يعني أبو الورد ما ركب بسيارة ولا بالباص؟ والله بتجن من أهلي عليه. معناته أبو الورد قريب كتير. شغل لي مخك يا وحيد. كلامك صحيح. فعلا كلامك صحيح. أنت مسكتين الدلف الخيط. إن شاء الله راح ألاقي على قريب. وأنا متأكد. يلا سلام. اعطيته شغلي ابو الورد، مكتوب عليه رقم موبايلي، فهمت الوضع لاني فاكت الشغله ولهنا عم طول عليه. يعني اذا شافوا ابو الورد بدقوا على تليفونك، ما هيك؟ ايوه هيك بالضبط. انا متاكده انه ده يلتقى. صحيح انا كل عمري بتمنى اخلص منه، بس اللي كاسر لي ظهري ام الورد كثير تعبانه ومقهوره عليه. يا حلم يحبوا بعضهم كثير. هذا اللي كاسر لي ظهري. لولا هيك ما بسأل عنه إذا غاب العمر كله. شو سبب هالتك كلها يا أبو الورد؟ فهميني. لما كنت صغيرة أهلي كانوا كتير فقرة، كتير 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 أيام نمنا من دون أكل. كنت أحلم أشتري لبس مثل كل هالبنات، ما في عيد لبس تياب جديدة، لأنه أهلي ما كانوا يشتروا لي تياب. وضعنا المادي كان كتير تعبان، ولما كبرت وتحسن وضعنا واجتني ام الورد حبيتها كتير وتعلق قلبي فيها. حبيتها حب ما حبيته يا حدا، ونادرت بقلبي خليها تعيش بنعيم، وقلت بس تكبر ما رح جوزها الا يا واحد مليونير. وفعلا تقدمنا دكتور غني كتير كتير، بس هي رفضته لانه ما بيسمع ابو الورد، لعب بعقله وخلاها تحبه. ايه شو كمان؟ الابشع من هذا كله ابوها، هو اللي ساعده. مو مكفي انه بيحبوا بعض؟ الحب اهم شيء من الدنيا كلها. اساليلي انا ملك الحب. انت غلطان، الفقر مر مر بيقتل الروح، والمصاري بتعزك وبترفع قدرك. الحب قال. هلا شو لازم نعمل؟ ولا شي، نستنى حدا يدق لك ويقول لك لقينا ابو الورد. وبس لقيناه لكل حادث حديث. السلام عليكم. وعليكم السلام. اعطيني علبة قهوة. والله هذا هو.
عليكم أمي. أهلا. جبت كل الأغراض لازمة. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك أمي. اشتري شغلات ضرورية بس، ما بدي أكلفك أكثر من هيك. جبت الطقم وغراضين ثلاثة وبس. برجع بعلق أنت بسعر ابني، وهذا صرت واحد من العائلة. بعمري ما رح أنساك وأفضل جنبي. خلي لي إياك يا عمو. حبيبي أحلى صهر بالعالم، الله يتم على خير. أويها يا مدبك بجري هون. أويها أويها يا مدبك مدب عيني هون. أويها أويها قالوري ما تتجوز. أويها تجوز وقلعت عيني هون. ييت أبريني ريني غالية. سلام حبيبتي. أويها يا رايح إلا. ¡Suscríbete!
مبروك. الله يبارك فيك. تقبريني يا يلا يلا. اجل بابا. حلين بابا. كيفك عمو؟ أهلين عمو. عشان أعرف مبروك بنتي. الله يبارك فيك بابا. الله يرضى عليك وهنيك يا بنتي. من وقت ما تأكسو مع الفتاة؟